ترسيخا للعلاقات والمواضع التاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة الجانب الاقتصادي، وإيمانا من القيادة السياسية بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في مصر، تم التوقيع على بيان مشترك بين الجانبين المصري والكوري، إضافة إلى 3 مذكرات في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه. وقرر مجلس الأعمال المشترك الاتفاق على الاجتماع في القاهرة في مارس 2017. لقد بحث المجلس عددا من الموضوعات المشتركة، أبرزها تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر بمجالات البنية التحتية والصناعة والإنشاء والدعم اللوجستي والصحة والتعليم والتدريب المهني. ولمس المجلس إرادة حقيقية من الجانب الكوري لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر. يرى الخبراء أنه لا يمكن للعالم أن يزدهر من دون تأسيس روابط اقتصادية قوية، مما حدا بمصر إلى التوجه شرقا بحثا عن أسواق جديدة غير السوق التقليدية، واعتماد إصلاحات هيكلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات. تأتي زيارتي إلى جمهورية كوريا في إطار جولة تستهدف تفعيل استراتيجية مصرية تسعى للمزيد من الانفتاح على أبرز شركائها الدوليين، وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية، وتحقيق نهضة اقتصادية تدعم نجاحات المسار السياسي السلمي الذي أثبت الشعب المصري خلاله قدرته على استكمال بناء كافة مؤسساته الدستورية والديمقراطية في وقت قياسي، مما يثبت عزم مصر على إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات. كما نجحت الجهود المصرية لإقرار الأمن والنظام في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما ساعد على استرداد الاقتصاد لعافيته تدريجيا، وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أشاد السيد الرئيس في كلمته بالاستثمارات الكورية في مصر، وعرض لرؤية الحكومة والمشروعات الكبرى التي تم إنجازها في مجال التنمية. أطلقت مصر عدد من المشروعات العملاقة لتكون قاطرة للتنمية، وفي مقدمتها افتتاح قناة السويس الجديدة والتي لا تعد مجرا مائيا إضافيا للسفن فحسب، حيث يشمل المشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة القناة إقامة مناطق صناعية ولوجستية، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من المواني لتيسير نقل وتصدير المنتجات، وهو ما يمثل فرصا كبيرة للشركات الكورية للمساهمة في تلك المشروعات وتوظيف هذا المحور كمركز عالمي للإنتاج وإعادة التصدير. المراقبون يرون أن زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية ستولد زخما كبيرا لدفع علاقات التعاون إلى مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.